باسمة أبو سرحال، ألسي كفوري والمخرج جورج العلي. العناوين. التمديد على رأس لسان رئيس الجمهورية. عم يتصرف معنا مثل كأنه الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني هو ارتكب الخطأ. لقاء بري ميقاتي صفر نتيجة. تأخير في بلوغ الاتفاق مع صندوق النقد. الحريري يعود أو لا يعود؟ بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة تنظم شركة نخال بالتعاون مع طيران الشرق الأوسط وبيجاسوس إيرلاينز رحلات مباشرة إلى تبليسي في جورجيا وإزمير في تركيا مع خيار واسع من أفضل الفنادق بأفضل الأسعار، رحلات سياحية، أسواق الميلاد، استثمار، كازينوهات وإمكانيات الحجر للمتابعين إلى السعودية. لمزيد من المعلومات نخال 01-389-389 أو نخال.com. رئيس الجمهورية في قطر لا يريد البقاء في قصر بعبدة إلا إذا قرر مجلس النواب خلاف ذلك، لم يقلها لكن التمديد على رأس لسانه. رئيس الحكومة في ضيافة رئيس المجلس خرج من عين التين كما دخل إليها. لا استئناف لجلسات مجلس الوزراء قبل عزل المحقق العدلي على يد القضاء، وفي أسوأ الاحتمالات تشليح القاضي بيطار اختصاص محاكمة الرؤساء والوزراء وإسناده إلى المجلس الأعلى بإجراء نيابي ينقصه نصاب وتنقصه أكثرية تصويت، إلا إذا سارت التسوية بين بري وبسيل، يعطيه بري الانتخابات في أيار وستة مقاعد لغير المقيمين ويأخذ منه انتهاء عصر طارق البيطار. هذه التسوية لا تزال غير مكتملة لقبول باسيل حضور الجلسة النيابية ورفضه التصويت مع اقتراح فصل التحقيق على أساس إبقاء البيطار صالحا للموظفين وإحالة الوزراء إلى المجلس الأعلى. وإزاء ضغط حزب الله قبل باسيل بتجيير خمسة نواب للتصويت للاقتراح، هم طلال إرسلان الذي زار أمس بري وبعض النواب الأرمن، الأمر الذي استفز بري كون هؤلاء يعتبرهم رئيس المجلس مضمونين وكأن باسيل يدفع لبري من كيس الأخير. في المواقف أكد الرئيس ميشيل عون أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها وأنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات لتنظيمها، وقال أنه سيغادر قصر بعبدة عند انتهاء ولايته والتمديد غير وارد إلا أنه سيبقى في بعبدة إذا قرر مجلس النواب بقاءه، محددا مواصفات الرئيس الجديد بينها التمتع بتمثيل صحيح مع تشكيله عنصر تلاق وليس تفرقة. وتعليقا على الجدل بشأن وزير الأعلام قال عون: طلب مثل كأنه الشعب اللبناني كله ارتكب هالذنب، بينما هو شخص عادي قال هالكلمة على محطة إعلامية لا يملكها لبنان ولا هي على الأراضي اللبنانية. عم يتصرف معنا مثل كأنه الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني هو ارتكب الخطأ. صار نفس الشيء وزير خارجية لبنانية شربي الوهبي كان ما بيله صحافي سعودي سبني لألي، وين صار الصحافي اللي بهدلني لألي وسبني؟ حدا أخذ بحقه؟ نحن حزب الله يمثل ثلث الشعب اللبناني، وبعدين لم يقم على الأراضي اللبنانية بأي خطأ. أنا انتخبت بال 2017، حزب الله يلتزم بالقرار 1701 ولم يصدر منه أي خلل. من 2017 لليوم لم يحدث أي حادث أبدي من قبل حزب الله على الأراضي اللبنانية. ولفت عون في حديث للجزيرة إلى أن مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي والحاكم مسؤول عن المال المفقود.
رئيس الجمهورية كان قد التقى في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي أعرب عن أمله في أن تجد الأزمة القائمة بين لبنان وعدد من دول الخليج حلولاً في القريب العاجل، ولسيما وأن لبنان كان دائماً إلى جانب الدول العربية والخليجية كافة. كما أعلن أمير قطر أنه سيوفد وزير خارجيته إلى بيروت لمتابعة التطورات. عون رحب من جهته بأي استثمار تقوم به قطر لتنفيذ مشاريع المائية في لبنان في مجالات الطاقة والكهرباء والقطاع المصرفي وغيرها. واتفق الرجلان على أن يعقد الوزراء المعنيون في كل من لبنان وقطر اجتماعات للبحث في المواضيع المشتركة، بينها إعادة تأهيل مرفأ بيروت وتأمين الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال النفط والغاز. في المفاوضات المالية انتهى الخلاف على الأرقام وتم توحيدها، لكن قد يحصل بعض التأخير في الوصول إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي كان متوقعا نهاية العام. الكلام لنائب رئيس الحكومة سعاد الشامي بعد اجتماع اللجنة المكلفة متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الذي ترأسه أمس رئيس الحكومة وحضره وزير المال مع حاكم مصرف لبنان. اتفقنا على الأرقام وتوحدت الرؤى بالنسبة للأرقام بالنسبة لقطاع المصرفي وقطاع المالي. الحقيقة في كان وضوح بالرؤية، في وحدة بالأرقام ووحدة بالتقييم للقطاع المالي. كمان ناقشنا بنفس الجلسة موضوع كيف بدنا نعالج الفجوة الموجودة بالقطاع المصرفي، وكان في عدة اقتراحات وهالاقتراحات هي قيد الدرس. الرئيس سعد الحريري يعود أو لا يعود ومتى؟ النائب تيمور جنبلاط الذي سبق والتقاه على هامش زيارته لدولة الإمارات عاد بانطباع أن الحريري في ذروة التشاؤم ولا يريد العودة إلى لبنان، لكن نقلت صحيفة النهار عن اللقاء الذي جمع وليد جنبلاط ومحسن دلول أن الحريري متشائم فعلا، لكنه لم يقفل الباب على العودة إلى بيروت وإعادة تفعيل ماكينته السياسية. حركة أمل شددت على موقفها بإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أقر، ورفضت تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري. الحركة اعتبرت أن الحديث عن مقايدات في الشأن القضائي لا أساس له، ووصفت القرارات الصادرة في ملف المرفأ بأنها فضيحة، مشيرة إلى أن كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاما بهذا الأمر، بما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية إلى جانب إلزام القاضي المعني في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية. لقاء سيدة الجبل اعتبر أن أوضح وجوه الاحتلال الإيراني جاء على لسان النائب محمد رعد الذي أكد رفضه مبدأ حكم الأكثرية البرلمانية في لبنان ناسفا مسبقا العملية الديمقراطية، ولاحظ أن حزب الله يخوض معركة مكشوفة مع القضاء ما يؤدي إلى عرقلة العدالة وشل مجلس الوزراء. ولفت إلى أن ما حصل في انتخابات نقابة أطباء الأسنان يعكس صورة انهيار الحياة الديمقراطية بسبب تدخل قوى الأمر الواقع. ارتفاع البنزين وانخفاض المازوت والغاز، والتفاصيل لجوزفين أبي غصن. صدر جدول تركيب الأسعار للمشتقات النفطية، وارتفع سعر البنزين 98 أوكتان 4000 ليرة، وبلغ سعر الصفيحة 327000 ليرة. أما البنزين 95 أوكتان فارتفع 3600 ليرة، وبلغ سعر الصفيحة 316600 ليرة. والمازوت تراجع 5300 ليرة، وبلغ سعر الصفيحة 329000 ليرة. في السياق، تظهر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي ارتفاعا شهريا بنسبة 16.42% في مؤشر أسعار الاستهلاك في تشرين الأول الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 8.16% في الشهر الذي سبقه، وهذا الارتفاع مرده إلى رفع الدعم الكلي عن المحروقات. رحب أعضاء مجلس الأمن بجهود اليونيفل للحفاظ على السلام والأمن في الجنوب وبتنسيقها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، كما أكدوا أهمية وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بتنفيذ القرار 1701 بالكامل واحترام وقف الأعمال العدائية.
الموقف الدولي جاء على هامش الإحاطة إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 والوضع في لبنان التي تقدم بها كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام والقائد العام لليونيفيل بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة. فرونتسكا اعتبرت تشكيل الحكومة تطورا إيجابيا، لكنها أسفت لعدم إحرازها تقدما في تنفيذ أجندة الإصلاح منذ آخر إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن في تموز 2021. وفي إشارة إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها الحاد على حياة الناس اليومية، أعربت المنسقة الخاصة عن أملها في أن يستأنف مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاته التي علقت منذ 12 تشرين الأول، وأن يتخذ إجراءات عاجلة لصالح البلد والشعب. وقالت إن الالتزامات يجب أن تترجم إلى أفعال إذا كانت القيادة اللبنانية تعتزم التغلب على الأزمة العميقة في البلاد واستعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي وتلبية احتياجات وحقوق الشعب اللبناني. وشددت على أن الانتخابات النزيهة والشفافة ضمن المهلة الدستورية هي ركيزة ديمقراطية وجزء لا يتجزأ من الإصلاح وتضع لبنان على طريق التعافي، كما أكدت استعداد المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية. القراءة السياسية الآن في هذه النشرة مباشرة مع النائب قاسم هاشم. صباح الخير. صباح الخير لكم مستمعي الكرام. دكتور هاشم، هل لقاء بري ميقاتي صفر نتيجة، وهل هناك إصرار من قبل الرئيس بري على معالجة قضية القاضي بيطار قبل البحث بأي أمر آخر؟ بالمبدأ أي لقاء لا يمكن أن تكون نتائجه الصفر، لأن أي لقاء له إيجابيات. نعم. بالشكل والمضمون، ولو كان في حدود الدنيا أو في البحث عن حلول لأي أزمة أو إشكالية قد تكون موجودة. طبعا موضوع إصرار دولة الرئيس على معالجة الأسباب التي أدت إلى تجميد عمل الحكومة ومنطلقه الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين لا أكثر ولا أقل فيما يتعلق بالملف الذي أدى إلى هذه التوترات على أكثر من مستوى، وكاد يذهب البلد إلى توترات شديدة الخطورة في الآونة الأخيرة. فالأمر يتعلق بالدستور في المبدأ، فالسؤال إلى متى ستبقى طبعا أمورنا معلقة على أهواء وأمزجة دون أي التزام. فكم دفعنا ثمن إزالة ظهر للقوانين، وهنالك الكثير الكثير من القوانين لم تطبق أو كانت طبقت، لم نصل إلى هذا المستوى من الدرك الاقتصادي والاجتماعي. وكذلك الموضوع الدستوري وهو الأهم اليوم، لأن الدستور هو أسمى وأعلى درجات. فبالعودة إلى الالتزام بالأصول الدستورية نكون قد تجاوزنا الكثير من الإشكاليات والمعضلات، وفتحنا الباب أمام عودة الحكومة لتأخذ دورها على طريق معالجة القضايا والأزمات الاجتماعية والحياتية، والتي هي الأهم اليوم، والتي تقض مضاجع اللبنانيين ووصلت أمور الناس إلى مرحلة من الخطورة لم تعد تحتمل. شكرا للنائب قاسم هاشم. سجل أعداد كورونا 518 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة. وزير الصحة فراس أبيض أكد أن لا إصابة بأوميكرون مثبتة مخبريا حتى الآن في لبنان. هنأ المجلس الصحي الكتائبي نقيب الصيادلة المنتخب جو سلوم بفوزه، وتمنى من المجلس الجديد العمل سريعا لتحسين أوضاع الصيادلة والناس وتوفير الأدوية للمرضى. واستنكر المجلس الفوضى المنظمة بالشكل والتوقيت التي حصلت في خلال انتخابات نقابة أطباء الأسنان من أعطال إلكترونية ودخول عناصر غريبة غير أطباء إلى حرم المركز حيث جرت الانتخابات، ما أعطى صورة سيئة للمهنة، كما أظهر مخاوف لدى الناس عما ينتظر الناس أو المواطن في الانتخابات المقبلة. واستغرب المجلس الإلغاء المفاجئ لانتخابات المعالجين الفيزيائيين، ورأى أن هذا الإلغاء غير المبرر هو وجه آخر لهروب المنظومة من الاستحقاق الانتخابي ومسيرة التصحيح.
مفاوضات فيينا نعم ولكن، بعد الفاصل. ما هو دور النقابات الحقيقي وكيف ننقذها من براثن السلطة؟ ماذا عن سبب أزمتها وغربتها عن المواطنين؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس التيار النقابي المستقل جورج سعادي ومداخلة لنقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم ومعنيين، الثلاثاء بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. في موشات المساء، عودة التحركات الاحتجاجية إلى الشارع مع استمرار جمود الملف الحكومي، الانتخابات النقابية وانعكاسها على النيابية إذا حصلت، ارتفاع سعر صرف الدولار والملفات الحياتية والمعيشية نناقشها مع الناشط السياسي بشارة خير الله. موشات المساء بعد نشرة أخبار 5:15، إعداد وتقديم مروان الأدوم. مع بدء مفاوضات فيينا، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي أن على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات لكي تفضي إلى عودة سريعة للالتزام بالاتفاق النووي. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر عبر عن تفاؤله بعد جولة المحادثات في وقت دعت الصين الولايات المتحدة إلى رفع كل العقوبات عن إيران. في هذا الوقت دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس القوى الكبرى المشاركة في المفاوضات إلى جعل إيران تدفع ثمن استمرارها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على العقوبات حتى يوقف الإيرانيون سباقهم النووي وعدوانهم الإقليمي، وأكد أن إسرائيل لا تعارض المحادثات لكن لا يمكنها السماح بخداعها. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لا داعي للهلع من انتشار أوميكرون، مشدداً على أنه لا يتوقع في هذه المرحلة فرض قيود على الرحلات الدولية أو إجراءات حجر في الولايات المتحدة، ودعا الأمريكيين إلى التلقيح أو تلقي جرعاتهم المعززة وكذلك وضع القناع في الداخل. في المقابل، حذرت الأمم المتحدة من أن الأدلة الأولية تؤكد وجود خطر عالمي كبير من متحور أوميكرون، مشددة على أن المتحور الجديد قد تكون له عواقب وخيمة. إلى الصفحة الرياضية مع رومن طنوس. بأخبارنا اليوم، فاز منتخب لبنان للرجال على إندونيسيا إيابا بنتيجة 110-64 وبفارق 46 نقطة بالمباراة اللي أقيمت على أرض ملعب مجمع نهاد نوفل بزو أم كيل، وهي المباراة الثانية من النافذة الأولى من تصفيات المجموعة الأسيوية الثالثة المؤهلة إلى نهاية كأس العالم بالعام 2023. إلى ذلك، سقط المنتخب السوري لكرة السلة أمام كازاخستان بنتيجة 81-71 بإطار التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم. وبمباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، تلقى منتخب البحرين خسارته الثانية من إيران على صالة مدينة خليفة بالمنامة بنتيجة 164. إلى ذلك، فاز المنتخب السعودي لكرة السلة على نظير الأردني بنتيجة 72-64 خلال النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2023. أخيرا، أكد نادي باريس سان جيرمان أنه لاعبه البرازيلي نيمار سيغيب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع بعد إصابته خلال مباراة سان إتيان بالدوري الفرنسي. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة صباحا قبل أن تنخفض بشكل سريع ابتداء من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، وتتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ليلا. كان في هذه النشرة التمديد على راس لسان رئيس الجمهورية. عم يتصرف معنا مثل كأنه الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني هو ارتكب الخطأ. لقاء بر ميقاتي صفر نتيجة. تأخير في بلوغ الاتفاق مع صندوق النقد. الحريري يعود أو لا يعود؟ النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.